أبرز ما جاء في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية لليوم. نبدأ من جريدة الأخبار، حيث عنونت خصوم فرنجي يخشون تسوية أمريكية على حسابهم. ليزا جونسون لسفراء اللجنة الخماسية إنسو إيام دوروثي شي. علمت الأخبار أنه جرت محاولة من قبل مرجعيات مسيحية لفحص إمكانية كسر الجمود في الملف الرئاسي حاليا، لكن الاتصالات التي جرت دلت على أن الأطراف الأساسية ليست في وارد البحث في خطوة كهذه الآن، وأن حزب الله على وجه الخصوص لا يجد أن هناك ما يفرض تعديلا على موقفه الداعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجي، بينما يكرر المعارضون له مواقفهم مع تحذير منهم أن تكون هناك تسوية سياسية كبيرة على هامش البحث في ملف الحدود. وقال المطلعون إن خروج أصوات من جانب الفريق المعارض لخيار فرنجي محذرة من محاولة تحويل الملف الرئاسي إلى بند في مفاوضات خارجية مع حزب الله هو بالضبط مصدر القلق الناجم عن خشية هؤلاء أن يعرض الجانب الأمريكي تنازلات في الملف الرئاسي مقابل حصوله على اتفاق مع حزب الله بشأن الوضع على الحدود الجنوبية، وأن هذا الفريق لا يرى أن واشنطن ستكون معترضة على تولي فرنجي رئاسة الجمهورية إن ضمن هو أي اتفاق بشأن الجنوب. ولفتت المصادر إلى أن السعودية تريد توجيه رسالة إلى الأمريكيين، ويبدو أن رسالة الأمريكيين لن تكون خارج أي تسوية داخلية في لبنان، ويبدو أن الإيرانيين بشكل خاص تقول بأن أي محاولة لفرض تسوية لن تؤمن فوز مريح لفرنجي وسوف يكون رئيسا ضعيفا. علمت الأخبار أن السفراء اتفقوا فيما بينهم على الاجتماع عند البخاري، وخاصة بعد الإحراج الذي تسبب به لزميلهم بعدم حضور اللقاءات التي نسقها، ولا سيما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليتبين بعدها أن هناك منافسة على قيادة الحراك وامتعاض لدى السفراء من طريقة عمل البخاري، وخصوصا السفيرة الأمريكية التي تريد محو كل آثار السفيرة السابقة في طريقة التعامل مع السياسيين والدبلوماسيين في لبنان، وهي لا تريد حكما أن تبدو ملحقة بالبخاري. وكشفت المصادر أن عدم التنسيق والتخبط في عمل اللجنة ساهم في تجميد مهمة المبعوث القطري أبو فهد جاسم بن فهد الثاني، علما أنه موجود في بيروت منذ يوم الأحد الماضي، لكنه لم يلتقي أي من القوى السياسية حتى الآن. وكشفت المصادر أن الأمريكيين غير معنيين اليوم بالملف الرئاسي، وأن أمن إسرائيل والترتيب السياسي على الجبهة الجنوبية هو كل ما يشغل بالهم. ننتقل إلى نداء الوطن. وفقا لمصدر دبلوماسي تحدثت إليه نداء الوطن، فإن لقاء سفراء دول اللجنة في دارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرز خصص لتأكيد السفراء على عدم وجود خلاف بين مكوناتها، وحرص المنظمون على تصوير السفراء يحتسون القهوة في صالون المضيف الذي يعتمد القعدة العربية. وأفاد المصدر أن لا متغيرات في المعطيات الداخلية تشير إلى إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية في المدى المنظور. وفي الوقت نفسه شدد السفراء على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس مع الرفض المسبق لطرح الأسماء. وانطلاقا من هذه الوقائع نفى المصدر أن يكون هناك توقيت لعودة المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان مجددا. ننتقل إلى جريدة النهار مع سابين عويس التي عنونت اليوم عون رئيسا في نيسان إذا نجحت الخماسية بسحب فرنجية. إذا ماذا في تفاصيل هذا المقال؟ يقول مصدر دبلوماسي متابع للنهار، إذ لم يعد على أجندة الخماسية أي من الاسمين المتنازع عليهما بين قوى الممانعة والمعارضة، بل أصبح السير في الخيار الثالث حتميا بالنسبة إلى الدول المؤثرة في الملف اللبناني والممثلة في اللجنة. ولا تقف اللجنة حصرا عند اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح ثالث، وإن كانت الأفضلية والأولوية له على من عداه من سلة المرشحين المطروحين. يلمس السفراء الأعضاء في اللجنة اهتماما خاصا يوليه السفير السعودي وليد بخاري لعون، ويلقيه سفراء آخرون في هذا الاهتمام. عند هذه النقطة تؤكد معلومات توافرت عن أجواء المشاورات الجارية بين دول القرار من مراهنين على عون ومطلعين على أجواء الحزب أن الأخير قد يصل إلى مرحلة لن يمانع فيها السير بعون، ولا يستبعد هؤلاء أن يتجاوز الحزب مسألة إرضاء رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل، لكنه
أي الحزب لا يفصح صراحة عن موقفه قبل أن يتبلور مسار الحرب في غزة، وهذا لن يكون وفق المعلومات قبل شهرين أو ثلاثة على الأقل. مصادر سياسية تؤكد أن هذه القراءة لموقف الحزب صحيحة تماما، كما هو صحيح دفع الخماسية والمملكة العربية السعودية تحديدا في هذا الاتجاه. على مقلب آخر، ينشط السفير الفرنسي إيرفي ماغرو في الاتجاه عينه، وهو يقوم بجولات على القيادات اللبنانية مستطلعا رأيها ومواقفها من الاستحقاق، وينقل عنه زميل له أن باسيل بات أقرب إلى السير بعون من السير بفرنجية، من دون أن يقنع هذا الكلام الزميل الذي لا يخفي حذره من التفاؤل الذي يحيط بالحركة الدبلوماسية حيال الاستحقاق الرئاسي. من النهار ننتقل إلى لبنان ديبيت. سفراء أبلغوا معطيات حول تصعيد كبير حيفا مقابل نهر الأولي. لدى الجيش اللبناني كما لدى قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان معلومات تشير إلى توفر نية إسرائيلية لتوسيع رقعة الاستهدافات والقصف جنوبا. يتقاطع ذلك مع معلومات مشابهة باتت في متناول الحكومة اللبنانية وأخرى لدى سفراء عرب تحديدا، قاموا خلال الأيام الماضية بإبلاغها إلى بعض المرجعيات والمسؤولين كذلك لدى حزب الله أيضا معطيات أو أجواء مستندة إلى معطيات حول جدية إقدام إسرائيل على توسيع رقعة القصف. هناك بين السفراء العرب تحديدا من أبلغ حقيقة معطيات حول توسع الضربات الإسرائيلية حتى تبلغ حدود نهر الأولي، بمعنى أن هذه المنطقة ستصبح مسرحا للأحداث. قيل له من يضمن عدم إنشاء حزب الله نهر أولي داخل الأراضي المحتلة ورسمه حدودا لعمله العسكري ضمنها، أو على الأقل يحول خليج حيفا إلى نهر أولي. من السفراء أيضا من ذهب إلى وضع موعد زمني للبدء بتوسعة الحرب بشكل يتزامن مع انهيار مباحثات الدول الخمسة حاليا المرتبطة بإيجاد مخرج حل سياسي عسكري لكامل المشكلة الحالية بما في ذلك رئاسة الجمهورية.